معنا بشأن آخر تطورات في سوريا من الدوحة سيد خليل المقداد الصحفي السوري والكاتب. مرحبا بك يا سيد خليل. نبدأ من درعا، ما أسباب إخفاق المفاوضات بين المعارضة والروس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. حياكم. قبل أن نتساءل عن أسباب فشل المفاوضات، علينا أن نتساءل عن أسباب الحملة على درعا نفسها. كان من المتوقع أن تكون الحملة على قدر، ولكن يبدو أن درعا والدولان المحتل قد دخل في صفقة القرن من خلال قرار تنازل عن الدولان، كما تنازل أبوه من قبل عن لواء سكندرون، وهذا بحد ذاته هو ما سمح له بالتحرك باتجاه الجنوب وبشكل غير متوقع من قبل الجميع. لكن طبعا كان هناك تنسيق روسي إسرائيلي في هذا المجال. أما سبب إخفاق المباحثات، الجولة الرابعة من المباحثات حتى الآن، فهو بسبب الشروط التي وضعتها روسيا، بحيث انها حتى العميل منه او السائق او رجلهم الاول لا يستطيع ان يقبل بهذا الامر، لانه يعني انفضاح الامر وانكشافه بعد الاستعراضات الكبيره التي قامت بها الفصائل على اثار ما فعل جيش الاسلام، وفي النهايه سلم اسلحه تستطيع تحرير سوريا وما حولها. يعني هذا هو السبب، اضافه الى ان هناك فصائل ترفض الاستسلام وترغب بالقتال. لكن الجانب الروسي حتى الآن تمسك بالمفاوضات واصر على عقدها، لأنه أدرك في حالة اشتراك عسكري بسبب ما أبدته بعض الفصائل والجبهات من صمود. يعني هناك رسائل الآن تصل لذوي الجنود في دمشق، ووصلتني إحداها من أحد الأشخاص الذي له قريب هناك، ابن عمته، يقول به والله لولا القوانة لما استطعنا التقدم شبر واحد ولا نستطيع إحصاء الجثث والجرحى في درعا. يعني طيب، هل هناك احتمالية الآن لجولة هل هناك احتمالية لجولة أخرى من المفاوضات، أم أن قرار الحسم العسكري قد اتخذ؟ لا، بكل تأكيد طبعا سيكون هناك جولة خامسة وربما سادسة وسابعة، لا نعلم. يعني الأمر متوقف على قرار الفصائل. يعني الآن انفضح أمر مثلا أحد القادة وهو أحمد العودة، نسيب طبعا خالد المحاميد، وحاول أن يسلم منفردا بعد رفض بعض القادة، يعني وجميعهم لهم ارتباطات إقليمية ومع ذلك رفضوا. طيب، لكن أحمد العودة قرر أن يأخذ المبادرة وأن يسن هذه السنة القبيحة وأن يسلم السلاح والأرض للمحتل. طيب سيد المقداد، من ناحية أخرى هناك حديث روسي عن قرب التوصل تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، ما شكل هذه التفاهمات وكيف ستنعكس على الواقع، خصوصا بعد بتصريح وزير الدفاع الروسي الذي دافع عن وجود الإيراني في سوريا؟ بكل تأكيد، يعني هذا يقودنا إلى نقطة مهمة يا سيدي الكريم، وقد تحدد مسار هذا الأمر أو الحديث في هذا الأمر. لدينا الآن الحديث كان عن منع إيران وميليشياتها من التواجد في الجنوب. اليوم كل التقارير تؤكد أن هناك ميليشيات إيرانية وميليشيات شيعية عراقية وأفغانية تقاتل، إضافة إلى حزب الله، وهذا يكذب كل الروايات التي تحدثت عن رفض التواجد الإيراني والميليشيات الشيعية في الجنوب. لذلك من الصعب التكهن بهذا الأمر، وأي مباحثات يعني أمريكية روسية الآن سيكون محورها صخبة القرن وما يمكن أن يساعد به التفاهمات في سوريا. لذلك أنا أستبعد التوصل لأي اتفاقات الآن، والأمر منوط بما سيحدث في جبهة درعا وساحل. نعم سيد خليل، يعني نحن الآن نعول على الشرفاء من هذه الفصائل على إرسال هذه المخططات لأنها تتغير يوميا. نعم، حسب المعطيات على الأرض. أشكرك الشكر الجزيل من الدوحة سيد خليل المقداد الكاتب والصحفي السوري.